أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية، نأتي إلى الجزء الأخير، الفيديو الرابع من في محاضرة الفصل الثاني تصميم تدريج الأرض، وهو حساب المناسيب التصميمية للمستوى التصميمي. حساب المناسيب التصميمية للمستوى التصميمي بعد أن تم حساب قيمة الميول SX وSY لمساعدتنا في إيجاد تلك المناسيب كما تطرقنا إليه بالفيديو الثالث، فيديو السابق. الحقيقة احنا قلنا يعني نعيد هاي للمرة الثالثة، احنا عندنا طريقتين، طريقة المستوى الأمثل وطريقة معدل الميل لحساب الميول للمستوى التصميمي. إذا حسبنا الميول بطريقة المستوى الأمثل أصبح هذا المستوى هو مستوى أمثل، ومعنى مستوى أمثل إنه يمر بمركز الحقل. حسبنا الأس أكس إلى والأس واي بطريقة المستوى الأمثل وهم يمر بمركز الحقل، ويكون منسوب هذا المستوى في مركز الحقل هو معدل المناسيب نفسها. هاي للمرة الثالثة نعيدها لي كلش مهمة، يعني يمر بمركز الحقل وتكون منسوب هاي النقطة هو معدل المناسيب، مجموع مناسيب الخلايا على عدد الخلايا الأجداش. إذا حسبنا الميول بطريقة معدل الميل، لا، هذا المستوى مالنا ما راح يمر بمركز الحقل، هذا المستوى التصميمي مالنا ما راح يمر بمركز الحقل. وين يمر؟ يمر من النقط من الخلية اللي تمثل نقطة الانطلاق بالنسبة لتجهيز مياه الري، نقطة الانطلاق بالنسبة لتجهيز مياه الري، ننطلق من عندها. يعني انتبهوا يا هسه، هذا مثال توضيحي لحساب المناسيب التصميمية للمستوى مالنا. هسه هذا المثال يقول بعد معرفة معدل مناسيب الحقل، هذا الحقل نفس المثال السابق مالنا بس اكو بيه نقص معلومة اريدك اضيف ليها. هالحقل مثال توضيحي اللي هو 200 بالاتجاه اكس و250 بالاتجاه واي، قسمناه الى اربع خلايا بالاتجاه اكس، يعني الال1 تساوي 50 والال2 ايضا تساوي 50، صار عندنا خمس خلايا بالاتجاه واي، حسبنا السنترويد ماله. هسه وقسنا بالحقيقة المناسيب الطبيعية لمراكز الخلايا، قاسوها بالواقع كانت بهذا الشكل. شو نريد احنا هسه؟ هذا مثال توضيحي. نريد نحسب يعني المناسيب التصميمية للمستوى التصميمي. هذا المثال ليس هو المستوى التصميمي الأمثل، لا، المستوى التصميمي. فأضيف لي معلومة تقول هذا المثال علما بأن قيمة الأس أكس والأس واي بطريقة معدل الميل كانت تساوي ناقص 0.2 لكل 50 لكل L1، الأس أكس مالته ناقص 0.2 متر لكل L1. يعني أنا هنا هذا المثال أخذت ناقص 0.2 متر لكل L1، والأس واي ناقص 0.1 لكل L2. هاي طبعا القيم حسبناها بطريقة المستوى الأمثل. هسه لا، أريد أعتبر هاي القيم for example هي بطريقة معدل الميل بالنسبة لهذا المثال. فهذا المثال ضيف لي عليه هاي المعلومة علما بأن SX تساوي ناقص 0.2 متر لكل L1 والSY تساوي ناقص 0.1 متر لكل L2. أحسب مناسيب المستوى التصميمي بطريقة معدل الميول. يعني هذا المستوى التصميمي هو ليس المستوى الأمثل، لو كان المستوى الأمثل كان انطلقت من مركز الحقل وكانت الـ يعني قيمة المنسوب التصميمي في مركز الحقل هو معدل المناسيب نفس الأجداش. هنا هذا المستوى مستوى معدل ميول، قيمة هاي معلومة من عندي، يعني هذا الحل مبني على قيمة SX تساوي ناقص 0.2 لكل L1، 0.2 متر لكل L1، والأس واي ناقص 0.1 متر لكل L2. يعني مثال مستقل هذا، شبيه بس بعدد الخلايا والمناسيب، بس هاي هنا المعلومة SX ناقص 0.2 متر لكل L1 والأس واي ناقص 0.1 متر لكل L2، وتم حسابه بطريقة معدل الميل. هاي معدل ميل، هاي افترض هذا المثال معدل ميل وليس المستوى الأمثل. من يا خلية راح أنطلق، وين أمرر المستوي؟ بمركز يا خلية أمرره، أمرره إذا كان عندي هذا الأكس وهذا الواي، فمعناتها نقطة الإرواء، مصدر الإرواء راح يكون عندي من هذا الاتجاه، يبتدئ من هاي الخلية، منها راح يدخل عندي الماي لكل الحقل. من يبدي بهاي الخلية، لا، يصير الأكس بهالشكل، الأكس منها والواي منها.
فأنطلق بمعدل الميل، طريقة معدل الميل من الخلية التي تكون هي الحاوية على مصدر تجهيز مياه الري. بهذا المثال مالنا هذا الأكس وهذا الواي، يعني نقطة الصفر صفر هنا، فمنا راح يجينا المي، فهاي الخلية الأولى، هاي راح يمر بيها المستوي التصميمي بالخلية الأولى، منا ننطلق. إذا كان مصدر الماء من هاي النقطة، هاي تعتبر الخلية اللي راح ننطلق من عندها، وإذا كان من هاي النقطة هاي الخلية، كان من هاي النقطة هاي الخلية، وإذا كان من هاي النقطة من هاي الخلية. وين مصدر الماء؟ ننطلق من الخلية اللي تجهز بمصدر الماء. الخلية اللي ننطلق من عندها تعتبر بداية المستوى التصميمي، منسوبها التصميمي يساوي صفر. هذا الصفر هذا المنسوب، يعني كمية الكت والفول إلها تساوي صفر، يعني منسوبها التصميمي يساوي منسوبها الطبيعي. منسوب الأرض الطبيعية إلها هو نفس المنسوب التصميمي، وأنطلق يعني الكت والفول يساوي صفر. والخلية أسوي بداخلها مربع بهالشكل هذا مثل ما موضح. هذا المربع القيمة اللي بهذا الجزء هي المنسوب الحقيقي الطبيعي إلها اللي هي 6.5، منسوب المقاس بالواقع اللي هو 6.5، هاي 6.5. القيمة اللي أسفلها هي المنسوب التصميمي إلها، المنسوب التصميمي مال المستوى التصميمي. هاي القيمة هنا تمثل ليش قد عندي حفر أو دفن، قد عندي حفر يعني كات، وش قد عندي دفن اللي هو فل، وش قد عندي حفر وش قد عندي دفن. إذا كان منسوب الأرض الطبيعية أكبر من منسوب التصميمي، فالفرق بينهما يمثل عملية القطع، وإذا كان العكس فالفرق يمثل الردم. يعني إذا منسوب الخلية مثلا 6.5 والمنسوب التصميمي 6، ف 6.5 ناقص 6 منسوبها أعلى، 6.5 هنا أنا منسوب هاي 6.5 وهاي 6، ف 6.5 ناقص 6 راح تطلعنا يعني بالموجب 0.5، هاي معناتها قطع، القطع هو موجب. وإذا كان لا منسوبها أقل من المستوى التصميمي، يعني أنا عندي منسوب المستوى التصميمي 6 وأنا عندي 5.5، 5.5 ناقص 6 يطلع ناقص 0.5، فهذا يعتبر فل. واضح؟ فهنا كل خلية من الخلايا العشرين خلية عندي هنا أسوي بداخلها قلص، هاي القيمة هي منسوبها، وهاي القيمة الطبيعي، وهاي القيمة اللي أسفلها منسوبها التصميمي، وهاي إيش قد عندي دفن أو حفر. قلنا هنا بالنسبة للمثال مالنا تم احتساب الميول بطريقة معدل الميل، وكانت الأس أكس تساوي ناقص 0.2 متر لكل L1، والأس واي تساوي ناقص 0.1 متر لكل شنو L2. منين راح انطلق؟ هذا نقطة الصفر صفر هنا، إذن هاي الخلية الأولى هي الخلية الأولى اللي راح انطلق من عندها، اللي هي نقطة منسوب مركز هاي الخلية منسوب المستوى التصميمي يساوي منسوب الخلية نفسها. هنا هذا منسوب الأرض الطبيعية، هذا اللي أسفلها منسوب المستوى التصميمي، فمنسوبها 6.5 راح انطلق من عندها، إذن منسوب المستوى التصميمي أيضا 6.5، ف 6.5 ناقص 6.5 يساوي صفر، ما عندي لا كت ولا فل. راح اتحرك من مركز هاي الخلية الى الخلية الابصفة، جاي اتحرك على اتجاه على الاس اكس باتجاه الاكس، قد قطعت مسافة من مركز هاي الخلية الى مركز هاي الخلية هو L1، يعني استخدم الاس اكس لان جاي اتحرك على المحور اكس، فالاس اكس يساوي لي ناقص 0.2 لكل فاصلة لكل L1. هنا كان المنسوب التصميمي 6.5، طبعا انزل القيم المناسيب الخلايا مراكز الخلايا الطبيعيه 6.5 6 4.6 5.9 هاي مناسيب الارض الطبيعيه، هاي اللي موجوده عندي بالسؤال 6.5 6 6.4 5.9 كل القيم انزلها وين؟ بالكروس بهاي النقطه بالجزء الاعلى الايسر من الكروس. فهنا عندي منسوب التصميمي يساوي منسوب الخلية نفسها، يعني راح انطلق من هاي الخلية لين مصدر الماء من هاي الخلية، فلا عندي كات ولا فل، راح انطلق 6.5، سيشتغل كله على التصميمي، تصميمي 6.5، راح انطلق لحد هنا بمسافة L1، ايش قد المنسوب التصميمي؟ الاس اكس ناقص 0.2، ف 6.5 ناقص 0.2 يصير المنسوب التصميمي 6.3، 6.3 المنسوب التصميمي 6.3 منسوب الأرض 6،
منسوب التصميمي 6.3، منسوب الأرض 6، فالستة ناقص 6.3 يعني ناقص 0.3، يعني شنو؟ يعني أكو نقص بالكميات الترابية بمقدار 0.3، لازم أملي يعني فل، إذا فل بمقدار 0.3، فلذلك صار هنا فل بمقدار 30 سنتيم. فل 30 سنتيم تقدر تكتبه بالمتر وتقدر تكتبه بالسنتيم، هنا بالسنتيم جاي يشتغل. فل 30 سنتيم. هسه المنسوب التصميمي 6.3 راح انتقل من مركز هاي الخليه لمركز هاي الخليه هم L1، والاس اكس ناقص 0.2، ف 6.3 تصير 6.1، هنا 6.1 ناقص 0.2 تصير 5.9، وانقص هسه 6.4 ناقص 6.1 قد راح يصير 0.3، بس شنو يعني معناتها الارض الطبيعيه اعلى من التصميمي، فالقيمه موجبه 6.4 ناقص 6.1 يعني كات. ليش؟ لان الارض الطبيعيه اعلى من المستوى التصميمي، هنا منسوبه 6.4 والمستوى التصميمي 6.1، ف 6.4 ناقص 6.1 يساوي 0.3، بما ان الاشاره موجبه يعني كات، اكتب كات 30 سنتيم. هنا 6.1 تحركت L1 ناقص الاس اكس ناقص 0.2 ف 5.9، 5.9 صفر لا كات ولا فل. هسه كملت المناسيب مال السطر الاول. هسه من هاي النقطه حتى انتقل للخليه الاسفلها جاي يتحرك باتجاه المحور واي، ومن اتحرك باتجاه المحور واي يعني جاي له علاقه بالاس واي، الاس واي قيمته بالسالب، هاي منسوبه التصميمي 6.5، الاس واي يساوي ناقص 0.1 من مركز هاي الخليه الى مركز هاي الخليه تحركت ال2، فانقص 6.5 ناقص 0.1 6.4 المنسوب التصميمي من هاي الخليه لهاي الخليه 6.4، اروح هم راح اتحرك L2 فيصير 6.3، نو بيصير 6.2، نو بيصير 6.1. هسه ابدي من هاي القيم اتحرك على الاكس، هذا 6.4 اتحرك بمسافه L2 L1 والاس اكس يساوي ناقص 0.2 يعني 6.4 6.2 ناقص 0.2 6 5.8، هاي منسوبه 6.3 التصميمي ناقص 0.2 6.1 5.9 5.7، هنا 6.2 ناقص 0.2 يعني 6 5.8 5.6، هاي 6.1 لازم ناقص 0.2 لان الاس اكس تساوي ناقص 0.2 لكل ال1 يعني 5.9 5.7 5.5، وهاي الكات والفول حجومها قلنا اللي هو منسوب الخليه ناقص المنسوب التصميمي، اذا طلع بالسالب يعني فول واذا طلع بالموجب يعني كات. هنا نجمع كل الخلايا اللي بيها كات، ايش قد قيمة الكات؟ هسه عندي كات بالسطر الأول، عندي كات 30 بالسطر الأول بعد 30، ايش قد عندي فول بالسطر الأول؟ عندي فول بالسطر الأول أيضا 30، السطر الثاني ايش قد عندي بي كات؟ عندي كات 30، عندي كات 10 40، وعندي كات 10 50 50، بينما ايش قد عندي فول بالسطر الثاني؟ عندي فول 10، وهكذا أجمع الكات والفول لكل سطر، بعدين أجمع مجموع الكات لازم يساوي لي مجموع الفول، هنا طلع 190 وهنا طلع 190. أريدكم تعيدون حل هذا المثال نفسه بطريقة المستوي الأمثل، تعيدون الحل ماله بطريقة المستوي الأمثل، وتوني أنا شرحته بالفيديو الثاني والثالث، يعني ننطلق من مركز الحقل وإحداثي مركز الحقل يكون معدل الميل نفسه الاتش داش، وتنطلقون وتطلعون حجوم الكميات الترابية. وبهذا قد يعني أكملنا محاضرات الفصل الثاني اللي هو تصميم تدريج